السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تفاعلت ولاية أمن مكناس بسرعة وجدية كبيرة مع مقطع فيديو متداول عبر تطبيقات الترسل الفوري ووسائط الاتصال الاجتماعي يظهر قيام شخص بتعريض صاحب محل تجاري لاعتداء جسدي باستعمال السلاح الأبيض، حيث بشرت بحثا أظهر أن الأمر يتعلق بقضية سبق وأن عالجتها مصالح الشرطة بنفس المدينة، وكانت مصالح الأمن الوطني قد توصلت بتاريخ 9 ماي الجاري بإشعار حول تورط المشتبه في الاعتداء على صاحب محل تجاري، فضلا عن إلحاقه لخسائر المادية بالواجهة الزجاجية وسيارة خاصة بالقرب من هذا المحل التجاري، بحيث تم على الفور فتح بحث مكن من تحديد هويته وتوقيفه من قبل عناصر فرقة مكافحة العصابات، وذلك بعد وقت وجيز من ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية. وقد جرى إخضاع المشتبه فيه لتدبير الحرس النظرية رهن إشارات البحث الذي جرى تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك قصد تحديد جميع ظروف وملابسات وخلفية هذه القضية قبل أن يتم تقديمه أمام العدالة.